اهلا وسهلا فيكم. وفقره بتخص السيدات، رح نحكي عن الازياء، بس هاي المره ازياء مختلفه. رح نحكي عن ازياء الكروشيه، وزي ما حكيت في بدايه البرنامج، احنا طبعا معانا مصممه الازياء حنان دروزه، وحتى هذا اللي انا لابسته الكروشيه هو برضه من تصميمها، تصاميم مختلفه لها طابع مميز. رح نحكي عنها وكيف ممكن السيدات يستفيدوا منها وشو المناسبات اللي بيقدروا يلبسوها عليها. اهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك ست حنان، نورتينا وبيعطيك العافيه. شغل مختلف ومميز. الله يعافيكي. اول شيء خلينا نحكي شو هو الكروشيه. اول شيء بحب اصبح صباح الخير. الكروشيه بالعاده احنا ماخذين فكره انه كله صوف، شغل شتاء، بس انا حبيت ادخل شيء جديد على مجال الكروشيه، ويعني اثبت انه في مجال نعمل فساتين سهره وفساتين زفاف من الكروشيه، انه كله سناره يكون مميز. فحاولت اركز على الخيطان الحرير والكريستال والريش، وفي عندك الرمش عينه. فهذا كله شغل سهره وحفل، يعني لفساتين زفاف، وكمان شغلات الشال، شال للمناسبات يعني السهره. بالضبط، يعني احنا تعودنا انه اذا بدنا نشوف شيء بالكروشيه شال من واحنا الشال المثلث. هذا بشكل التقليدي اللي بنحط على الكتف للستات الكبار، للصبايا الصغار مرات بيكون مسكر من الجهتين بس. لكن إن نشوف فساتين طويلة كروشيه أو فساتين قصيرة كلوشة، جاكيتات مثلا بهاي الطريقة، خواتم، أساور، حلقان، يعني صار في تطوير حتى للمحجبات كمان. صحيح. الطواقي اللي بتنلبس للحجاب يعني كمان بتنعمل بالكروشيه. والإشي الغريب اللي بدي أحكيه للمشاهدين اللي شفته لما زرت الأتليه عند حنان دروزة، إنه في فساتين أعراس كروشيه. يعني هذا كنت أنا أول مرة بشوف فساتين أعراس كروشيه. فليه اخترتي هذا اللاين؟ شوفي، أنا بالبداية يعني زي ما قلتي حبيت أتعلم الإشي التقليدي، إنه لسه ما بشتغل سنارة أو شيء من 3-4 سنين، فبدي أعمل الشال، نفسي بشال أنا أعمله. فلما عملته وعملت لبناتي وعملت لصاحباتي وإشي، طب يعني إيش يعني خسارة إنه ليه ما أعمل إشي جديد؟ فلما صرت أشوف خيطان يعني غريبة ومختلفة، فإذا لازم أنا أعمل إشي جديد. كنت مرات أعمل ديزاينات من النت، طبعا اللي بالنت كله انه كروشيه، بس انا متاكده انه كله مكن، ما في هاند ميد اجمالا. يعني هذا كله هاند ميد، كله هاند ميد، حتى فساتين الاعراس، حتى فساتين الاعراس اللي بينتهي من تحت اخر، يعني لما بتصير كلوشه كبيره بصير 20 متر، فممكن انت تقعدي بالسطر الواحد ساعه او ساعتين. فيعني انجاز صراحه، انجاز. بس هذا بده طوله بال، وبده يعني طوله بال، بس انا عندي امل يعني ان شاء الله اذا يعني صار في تسويق روسية انه اتعاون مع فئة كبيرة من البنات، لانه كنت اروح اعمل زيارات لبازارات واشي. تعرفت على كثير رباطي بيوت بيحبوا يشتغلوا بهذا الكروشيه، بس بيشتغلوا الاشي التقليدي. فانا قلت يعني ان شاء الله اذا صار في مجال للتوسع بصير عندك مشغلة، بصير عندي مشغلة. هذا يعني طموحي صراحة. انه ممكن حد يساعدني، لانه لحالي استمرارية صعب، انه كثير شغله، خصوصا لما بصير في طلب. أيوه. هلا حكيتي عن التسويق، كيف بتسوقي تصاميمك ومنتجاتك؟ حاليا التسويق عن طريق المعارض او مهرجانات او بازار، بازار قولي شغلات صغيره اجمالا، بس اجمالا البازارات بتفتح لك ابواب انه معارف من ناس لناس، وعندي بيج على الفيسبوك وعلى الانستغرام يعني باسم حنان دروزه بالعربي. الفيسبوك بالانجليزي، وفي ازياء حنان دروزه بالعربي. احنا عم نشوف على الهواء صور من بعض تصاميمك اللي شاركتي فيها، او باحد العروض، احد عروض الازياء. يعني فعلا شيء مختلف، حلو الكروشيه كنوعية قماش مختلفة. يعني احنا متعودين حتى على فساتين السهرة انه تل، ستان، شيفون، حرير. مزبوط. بس انت يعني هذا اشي كتير مختلف ومميز، واللي بتكون لابسه قطعه بتكون عارفه انها لابسه اشي مميز، اشي مميز ما ممكن يعني حتى اذا هي وصت على اشي معين يعني بتبقى ضامنه انه ما في مثله. هلا بتروحي على المحلات او بتاخذي اي قطعه،
بيشبهوا بعض بيشبهوا بعض كلهم بيشبه بعض. حتى يعني هديك اليوم كان عندي مناسبة، تنتين التقوا نفس الفستان لابسين، فبتحسي انه لما يكون كله ماركات او محلات معروفة او شيء كله بيتكرر. بس الكروشيه بالذات ما بتوقع انه ممكن يتكرر، لو تكرر يعني ممكن الديزاين شوية يكون بيشبه بعض. بس الهاند ميد ما ممكن يطلع بالضبط بالضبط مثله، مستحيل. لا مستحيل، لانه مش ماكينه. مزبوط، يعني كل مره رح تعمليها رح تعمليها بطريقه مختلفه، طريقه مختلفه، والا عدد القطب مختلف، الرسمه مختلفه. طب هاي الاكسسوارات يعني في اقبال انه حدا يلبس خاتم؟ اكثر شيء يعني اكثر شيء عليها اقبال صراحه عن جد. لانها يعني خفيفه والناس بتحب تجدد بالاكسسوار. البندانات نفس الشيء، الاساور، الطوائل، زي هدول يعني. هاي زي هاي البندانات، زي هاي البندانات انه بتكون مع البلوزه مع نفس اللون. منظرهم كتير حلو لما تكوني لابستيهم انه كطائم. بعدين عندك الخواتم الحلاق، الخواتم غريبه كمان حلوين. حابه بس ادخل على طوائل الحجاب. كمان الحجاب ما بتعارض مع الاناقه طبعا والموضه، وانه الوحده تكون فاشنبل يعني وتلبس احدث الموديلات. هلا كيف انت برضه خطر على بالك انه تدخلي الكروشيه باشكال مختلفه على الطواقي؟ شوفي اجمالا المحجبات لما بدهم يلبسوا شيء للسواري او حتى العروس بتلاقيها كثير بتتغلب انه لما يصير العرس مختلط، او اذا حابه تعمل مختلط من البدايه انه ايش ممكن تحط. فيعني هي كتير تتقيد في إشي نفسه بيتكرر للعرايس، إنه ستان أو دانتيل أو كذا أو هذا. فأنا حبيت إنه أعمل فكرة الطواقي من نفس فكرة الشال إذا حطته العروس، أشوف نفس الخيط تاني. يعني بصراحة اللي بتحط هاي الطاقية أشبه بكأنها عاملة تسريحة، حتى بس يعني مغطى أو بتضل عندها على طول. يعني بيعملوا لك الربطات وإشي بالصالونات وإشي والوردة وهيك شغلات، بس إنه بتروح بعدها. أما هاي بتضل عندها ذكرى يعني ممكن مناسبات. وهاي أنت ممكن تشتريهم جاهزين بس أنت بتركبي عليهم أنا يعني الطاقية لمساتي. أنت بتحطي عليها هاي اللمسات، وكل واحدة طبعا حسب الفستان اللي بدها تلبسه. عندك هاي توب لفستان الزفاف اللي شارك بمهرجان عروس الأردن. هذا التوب من فوق كله كروشيه، الخيط عبارة عن شبر. الشبر لما بتشتغليه بيصير يتفتح بعطي خيوط حرير. بيعطي نفور لبرا، فبعطي منظر الخيط كتير جميل جدا على اللبس. التنوره تنورته ستان. استعنت طبعا بمصمم خياطه وهيك شيء، كانت كلوش مع نفاش وعليها اضافات كروشيه من نفس الخيط. فحتى الطرحه التاج انه برضه كروشيه، كان كتير كتير حلو ومميز. يعني هذا التوب لفستان عرس، لفستان زفاف، لفستان زفاف. كتير غريب ومميز. هو على اللبس طبعا الكروشيه بيبين اكثر. وممكن لو محجبه مثلا العروس والعرس مختلط برضه ينع يتصمم لها طاقيه. أيوة. بنفس الطريقه. هو انا كنت مصممه له طاقيه بنفس الطريقه، فيها تلبسها كطرحه لانها مفتحه ونازل منها اللولو كلها. ايوه. فهي اذا محجبه بتلبسها فوق الشاله اللي حاططها، واذا مو محجبه بتحطها كطرحه يعني مميزه وغريبه مختلفه عن اللي موجود. صحيح. هلا هذا الفرو الصيفي اللي بسموه. صح صحيح. هلا هذا احنا صيفنا بارد، وهذا إشي حلو يعني عندنا بالليل. لازم يعني بكل الأشهر السنة الصيف لازم فيها نسمة باردة، فإحنا بنحتاج دايما لمثل هيك شالات. هذا إيش اسمه يعني؟ كمان الكروشيه أنواع. طبعا في هذا هيك أشبه بالمهير. هذا الخيط بسموه رمش عينه. رمش عينه هو عبارة عن خيطان كتير حلو طالعة هيك كلها، يعني انت لما بتشوفيه بتستغربي انه معقول هذا كروشيه فعلا. بشبه الفرو. بشبه الفرو صح، بس الحلو فيه انه يعني الفرو ما بتقدر تلبسيه الا بالشتاء، هذا لا صيف. هذا بالصيف فوق فستان يعني بيعطي دفى. ايوه. وبالشتاء ممكن تلبسيه كديكور مش للدفى، انه فوق انت لابسه مثلا لبسه معينه وحبيتي كديكور تحطي انه كمنظر، بس هو صيفي اكثر. انت صار لك 3 سنين بس تقريبا بتذكر قلتي لي دخلتي على هذا المجال. جديد.
وطموحك انه تشاركي بمهرجان للازياء اللي بتختص في مهرجانات مخصصه بس للكروشيه. بالفعل هذا هلا طموحي فعلا. لانه يعني تشعري انها شغلات فنيه لازم تظهر، لازم تبرزيها، وخصوصا يعني اذا كان ان شاء الله يا رب انه يكون معرض دولي يكون شغلي هيك بيمثل الاردن ان شاء الله. طيب في كمان إشي برضو مميز وغريب اللي هي زي كأنها قبة. أيوة. أو إذا كأنها عقد كبير. يعني إكسسوار، قطعة مكملة لللبسة وبتعطيها جمالية كمان. يعني هاي الأفكار حنان يعني أنت بتجيبيها برضو كلها منك، أو مثلا برضو بتستعيني إنه بتدخلي على النت بتشوفي شو الموضة بتحاولي إنك تعملي زيها؟ يعني إمتى الفكرة بتكون كلها وليدة حنان دروزة، وإمتى بتكون مكملة لفكرة موجودة؟ هو الحقيقة يعني مريت فترة أخذت شوي. أول شيء بالبداية كانت أختي الكبيرة تعلمني. الله يسهل أمورها يا ربي، نادية دروزة، فبشكرها كتير إنها تعبت معي. بعدين حاولت إني أقلد من النت، بس حسيت إنه هذا يعني مش تصميمي. لما بدي أقول أنا مصممة يعني بضحك على حالي، فاللي من النت حطيته على جنب وبلشت أطلع يعني تصاميم من عندي. إن أحاول أبتكر، أنا أحاول يعني صح ممكن القطبة تاخديها من النت، بس طريقة توزيعها، طريقة رسمتها، أنت بتحسي إنه بالإبداع إنه أنت عم تعملي الشغلة، مش إنه ما خدتيها صم إنه نفس الرسمة بدي أرسمها وأقلدها أو شيء. فهذا كان يعني بالنسبة إلي حافز إني أرد أعمل موديلات أكثر. بس مش عارفة إذا بتوافقيني الرأي أو لا، يعني حنتعلم منك هاي المعلومة ونشوف قدي دقتها. هلأ بحس مرات أنا أنه الكروشيه بده كسم معين. هلأ في مثلا مرات نوعية أقمشة بتغطي دفوهات أو عيوب. صحيح. مثلا عند المرأة، لكن الكروشيه لأنه هو بياخد شيء في الصراحة. سؤالك ممتاز بالفعل. فكأنه محصور بس لكسم معين. هو شو بالفعل في خيطان معينة بالفعل ما بتزبط إلا إذا جسم رشيق كتير فت، يعني لازم. أيوة. يكون مسطرة لأنه بياخد شكل الجسم. هو إذا كانت مليانة الست شوي بدها تضحي بزيادة نمرة في سبيل أنها تلبس كروشيه. بس في يعني الخيطان القطنيات بالذات إذا دخلت قصب وينعمل منها فساتين سهرة، بتوقع حتى للست اللي شوية مليانة يعني بيطلع كتير حلو، بس مشكلته متعب أكتر لانه خيطه رفيع وقطبته بتكون صغيره. بينما الخيطان اللي اصلا شغل سهره بيكون خيطها خميل شوي والقطبه مفرغه. لانه حتى ما بتحتاجي ترسمي قطب لانه الرسمه ما حتبين مع نفور الخيط، ما في رسمه. فانت بتختاري يعني بتطلع لك اسهل رسمه. صح هو اسهل الخيط النافر للسهره، بس مشكلته اغلى. أيوة. يعني اشي احسب اشي، بس ممكن يكون انه بغطي عيوب مثلا يعني بيساعد شوي ولا برضه بده؟ لا بده. هاي يمكن المشكله الوحيده بالكروشيه، يعني تاخذ جزء من الكروشيه، اما شال او فستان جزء كروشيه جزء شيفون. يعني بده يكون في دخلي قماش، بس مش كله. لا مش كله كروشيه. مش كله صعب الا اذا خيط القطن زي ما قلت لك، زي كيف اللي انت لابستيه او اللي انا لابسته. هذا اذا دخلنا خيط قصب فضي او ذهبي ممكن ينعمل منه. بزبط بيمشي. لانه خيطه ناعم. بس مشكلته انه بياخذ وقت كتير. طيب شو هي كلها يعني بصراحه، لانه كمان شغل يدوي مش ماكينات، يعني القطعه الواحده قد ايه بتاخذ معك؟ حسب يعني عندك اللي خيط سميك بيكون اسرع، بس اللي خيط رفيع زي اللي انت لابستيه مثلا او اللي انا لابستها هاي بتحسي بدها اقل شيء 3 أسابيع 4 أسابيع القطعه الواحده. لانه ممكن السطر لتحت اذا لاحظتي انت اللي لبستيه كله كلوش من تحت، فبصير يمكن 5-6 متر وارتفاع السطر يا دوب سنتي. فبده تقريبا يعني ساعة ونص السطر بده دقه. وبده يعني بده طول مذكره مثل اللي انت لابستيه يمكن اخذ 50 ساعة شغل اذا مش اكثر. طب هلا ال50 ساعة شغل كمان لما بتسوقيه، هل هو يعني برجع يعني لما يعني الاسعار كمان احنا حابين نحكي عن الاسعار، لما بكون هالقد قطعه، انا بحكي عن قطعه اخذت 50 ساعة شغل مش زي قطعه مثلا صنعه صينيه
دقيقتين وامشي اكيد. فالسعر كمان معروف، الاشغال اليدويه بتكون اغلى اكيد طبعا. المردود اللي برجع لك هل بغطي الساعات العمل، بغطي التكلفة؟ يعني هو مش كما يجب يعني، مجدي مش مجدي يعني، يعني كمان هذا سوق في بزنس. تهاون في البداية شوي يعني. أنا هلأ لما حاولت أستعين مع بعض السيدات في منهم طلب على الساعة 5 دنانير، فأنت تخيلي لما بدك تعملي فستان بده 50 ساعة، أو فيست تكون كلوش وماخد شغل كتير 50 ساعة، قدي بده يكلف غير انه خيوطه وغير ديزاينه وغير انه انا بدي اعمل الفينيشينج والبدايه والتوجيه وهذا. فيعني هو من ناحيه مكلف مكلف، بس يعني كبدايه هلا ممكن تكون الاسعار يعني مش شرط بالتكلفه اللي هلا مطلوبه يعني. على اساس انه بدك شهره، بدك تسويق، بدك تثبتي وجودك، فلازم تعرفي الناس عليك اكثر. فيعني بدها شويه في البدايه انه الواحد لازم يضحي يعني، انه مش خمسة يعني، خمسة تيجي تقول لي الساعة، إنه إحنا بدنا عم نبني حالنا. فأي أي أي مشروع بدك تبنيه بده أساس، والأساس بدك تخسري عليه وبيكون مو باين. صحيح يعني بده فترة حتى يظهر. فإحنا في البداية يعني لو كان ربح تافه مو مشكلة، في سبيل إنه الواحد يقدر يعمل ويتوسع ويصور ويعلم على الكروشيه ان شاء الله. ما هي يعني ليش بقول لك انه هذا إشي مميز مختلف يعني احنا تعودنا على ازياء بانواع اقمشه معينه يعني ومعروفه ومتداوله عند الناس، بس قليل لما بتلاقي ناس لابسين كروشيه. هلا انه زي ما قلتي غالي لانه ما في دور ازياء تهتم اكثر بهذا الموضوع، او لانه مثلا الناس مش حاببته كثير. يعني هل يعني حابه اعرف منك يعني خلال الثلاث سنين كيف حسيتي اقبال السيدات؟ في اقبال كثير ممكن ست تقتني في يعني، بس مش كما يجب يعني، لانه يعني زي ما قلت لك في البدايه هن مشكلتهم رابطين الكروشيه انه شتوي. يعني ما متصورين انه الكروشيه ممكن يكون صيفي للحفلات، للسهرات، للمناسبات، لاعياد الميلاد. لا رابطينه انه بالشتوي يعني. عندك هذاك الجاكيت مثلا بالذات بدك تصميمه من النت. لا هذا صيفي مبين 100%، هو خيط شتوي بس. لا لانه اول شيء اللون الابيض، ايوه، بعدين لانه مفتح يعني بزبط برضه بالصيف، احنا صيفنا بارد بالليل، العروس بالهونيمون على اساس كله مفتح، بالعصريه المسويه انه شويه برد لبسته على بروتيل، على بلوزه خفيفه او شيء، لانه كله مفتح، فرسمته كثير رائعه وحلوه من النت هذا مش شغل. بس انا هلا القطبه مثلا عندي وبعرفها، فممكن اعملها بطريقه موزعه بطريقه مختلفه. هذا كثير اخذ شغل يعني، مثل هذا كثير كثير صعب كان لانه قطبته صعب. قد ايه اخذ معاكي وقت؟ والله اخذ وقت كثير، لانه مشكلته لما تختاري قطبه من النت مش انت عم تبتكريها، فبدك تلتزمي، ممكن تعملي القطبه تشتغلي قطبه ثانيه تلاقيها غلط، تردي فكي، ردي اعملي، ردي كذا. بس الجاكيت الثاني الكحلي اللي زيه كان اسهل عليه. والاكسسوارات لانها صغيره كمان بتكون اصعب ولا بالعكس اسهل؟ والله بتاخذ وقت. لا هي مش قليله، بس خواتم تسويقها اسهل. الناس بتحب بالذات الاكسسوارات كثير تشكل، وبنفس الوقت مهما يعني ارتفع سعرها بتضل سعرها مهضوم يعني. انه مشاريعك وخططك القريبة، طموحاتك الأبعد شوية تعرفنا عليها. حابة أنك تشاركي بمهرجان أو بعرض أزياء كبير يكون عالمي أو عربي مختص بالكروشيه، وإن شاء الله يتحقق هذا الطموح. لكن الحلم القريب أو الخطط والمشاريع القريبة، القريب إن شاء الله معرض فني في دبي للكروشيه جديد، رح تشاركي؟ ان شاء الله حشارك فيه، عم بحاول يعني اراسلهم واشوف ايش شروط المشاركه وايمتى ممكن وانسب وقت وكذا يعني. في اهتمام بتحسي بالكروشيه برا اكثر من هون في دول عربيه او في دول اوروبيه اكثر من عندنا بالاردن؟ اكيد اكيد يعني بضل الاقبال خصوصا بالدول الاوروبيه على الكروشيه واليدوي بالذات، لانه في كروشيه ماكينات مليان حتى بالسوق بتروحي على المحلات هذا كله كروشيه، بس تحسي انه ماكينات، بس يدوي بتوقع الدول الاجنبيه اكثر ناس بيعطوها تقدير. وممكن يعني عندك الدول يعني الاجانب لما بيجي سواح عندنا بيقدروا اليدوي، احنا لما بنسافر برضه بنقدر اليدوي بس بالسفر.
بس فهيك كأنه بصير يعني الناس انه بالسفر بتصير تدور عليه. الناس بالسفر اكرم على العموم، الواحد بكرم بسخة لما صحيح. بيسافر انه يتسوق اكثر من لما بيكون بنفس بالفعل البلد، لانه راصد ميزانية لهذا الموضوع. خلاص بقول لك بليت انبليت يلا نكملها. بس هو الحلو انه يعني احنا مبسوطين اليوم بوجودك معنا حتى نعرف الناس ونعرف السيدات على لون جديد من الازياء، وانه الكروشيه مش مقتصر فقط زي ما حكينا ببدايه الحوار على الشالات التقليديه او حتى الشراشف اللي بتكون موجوده على الطاولات واكسسوارات اللي في البيت. صح. هي صارت ابعد من هيك، يعني زي ما قلنا عم بتوصل انه يكون فستان عرس كامل كله كروشيه، وهذا اشي جديد وحلو انه يكون بالاردن. يعني احنا ما شفنا بأزياء قبل عربية. مزبوط بالفعل. أنا يعني لما بلشت أول شيء بوزارات لقيت إنه في كتير ستات كروشيه، طب أنا إيش بدي أعمل؟ يعني هذا معناها يعني على الفاضي إنه هذا متوفر وعند مين ما كان إنه بكل الفئات. بس لما اتجهت للسهرة حسيت إنه ما في حد مختلف، لا مختلف ما في حد أبدا يعني ماشي بهذا الاتجاه. بس حتى ربات البيوت اللي بيشتغلوا كروشيه لما شافوا شغلي اتفاجئوا صراحه. بس قلت لهم ان شاء الله ان شاء الله اذا صار في تسويق وتوسعت ممكن يكون في تعاون بينك وبينهم ان شاء الله، لانه فعلا شاطرين. احنا بنتمنى لك كل التوفيق وسعداء كثير بوجودك معنا اليوم، وان شاء الله انه يتحقق حلمك وطموحك وتشاركي كمان بالمهرجان اللي راح يكون في دبي. رح نضل متابعينك وكل فترة رح نتعرف ونتابع شغلك، وبنوعد كمان المشاهدين انه حتى لقدام شوي ممكن نعمل عرض ازياء بالتلفزيون، خصوصا انا كتير حابة عشان فساتين الاعراس اللي من الكروشيه. ان شاء الله. شكرا لك حنان دروزة مصممة الازياء الاردنية، اهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لك، وشكرا لانك اتحتي لي مجال اني يعني احكي على تصاميمي وعلى شغلي. اهلا وسهلا فيك. شكرا كتير. اهلا مشاهدينا، خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير. مجموعة شعراء قاموا بإحياء ذكرى وفاة الشاعر الكبير محمود درويش في قراءات شعرية من قصائد الراحل محمود درويش في جاليري جبل الويب. خلينا نشوفه مع بعض وبعدين نرجع لاستكمال فقراتنا بالبرنامج.